احتفلت الكنيسة الأسقفية العربية الإنجيلية بعيد الشكر السنوي وخدمة التثبيت، وذلك في كنيسة الفادي الإنجيلية بجبل عمان، حيث ترأس خدمة الشركة المقدسة رئيس الأساقفة المطران حسام نعوم بمعاونة الكونن القس فائق حداد وخدام الكنيسة وحضور جمع من المؤمنين من أبناء الرعية. وخلال الاحتفال منح المطران نعوم سر التثبيت بوضع الأيدي وبمسحة زيت الميرون على عدد من أبناء الرعية. وفي عظته تحدث المطران نعوم عن الروح القدس مركزا على التعريف بنعمة سري المناولة والتثبيت، كما تحدث عن فضائل ومعاني الشكر وأهميته في حياة المسيحي، داعياً المؤمنين إلى المواظبة على الصلاة في الكنيسة والالتفات إلى المحتاجين من الناس والشكر لله تعالى على كل النعم. في الرسالة واليوم اللي سمعناها كمان بتقودنا لموضوع التواضع في الإنجيل، وكلنا بنعرف قصة العشر البرص، شفاء يسوع يشفي العشر البرص. وعلى فكرة الكنيسة الموجودة في برقين اللي حد جنين اليوم، هذه الكنيسة هي تعد من أقدم خمس كنائس بنيت على زمن القديس هيلاني أمه لقسطنطين، بما فيها كنيسة القيامة وكنيسة المهد. هي كنيسة بنيت في برقين لكي نستذكر حادثة وعجيبة شفاء العشر البرص. ما بدي أحكي كتير عن العجيبة كعجيبة، ولكن بدي أذكر بس بكلمة واحدة إجت في الإنجيل، وهو عندما قال يسوع للبرص أن يذهبوا وأن يروا أنفسهم للكهنة، شفوا وهن رايحين يفرجوا حالهم للكهنة، كلهم شفوا، ولكن واحد سامري اللي هو بنعد غريب الجنس نوعا ما عن اليهود، رجع إلى يسوع وسجد أمامه وشكره. يعني تخيل واحد بس من التسعة، يعني حوالي 10%، يعني 10% من الناس عادة بس بترجع وبتشكر. وكمان هذا بذكرنا مبدأ العشور، واحد بيقدم عشر ما. أنا اللي بدأ اليوم بدأ أحكي فيه هو كلمة كيف رجع هذا الإنسان ليشكر. وفي فعل الرجوع إلى الله وإلى الرب يسوع، هو يعترف ويتوب ويرجع إلى مخلصه. وعندها يسوع قال له إيمانك قد خلصك. إذن الرجوع أيها الأحباء والتواضع والتوبة في الشكر والسجود أمام الله هو في غاية الأهمية بالنسبة لنا كمسيحيين.